جوعان ولا؟ خط الجائع. شو ما كده بتعمي برا البيت؟ ولا بتوضعي ولا شيء؟ مربورة؟ ليش ابن جوعان لهالدرجة؟ خلاص هغير رأيي طولي بالك. جوعان ولا؟ شو هالأكل بسرعة هيك؟ من يعني قرب لك أنا بعض هلا بيحضرونا الفيديو مشان مدام عفاف تبع الدعاية سينا ما نكسر التلفزيون هلا قبل ما نصورك مدام عفاف بدي شبهة بربولة بربولة تركت الأكل خدام ابنه ولا مدت إيده عليه تركته يأكل لحاله لو منا جوعانة أكثر منه شوف شلون عم يأكل ميت من الجوع مسكين رغم أن الكلب إجا الظهر على البيت وحطيت له أكل وما أكلها كان عم دور على أخته مضيعينها لأنه أنا طلعت من كل برات البيت ليتعودوا على الشارع تالت يوم رجعت بيري لحالة بعدين بارح اجت مشان تاخذني تفرجيني وين مخبيته مخبيها بالدكان ودورنا على أخته وما لقيناها بجوز حدا ما أخذها يعني فهو لما دخل ظهر ما أكل صار يدور عليها مش هم ريحتها بالبيت رجعت طلعتن أنا شايفين بيري كيف ولا مد ايده على الاكل رغم انه جوعاني اكثر منه تخيلوا ليك الامومه قد ايه عن جد بيري جوعاني اكثر منه بكثير بس ما ليك بطنه شلون مطلق وصحتها شلون نحفاني اما الامومه يا عم تركته ياكل ويخلص اكل لحاله شوف شلون عم تلحوس عم تلاوط على ريحه الاكل ولا يهمك بربور هلا بطبخ لك احلى احلى طنجره برغل ما عندي غير برغل هلا ما بدي اروح عند اللحام هذا لانه صار يعني مدري كيف تكرمي شايفين شلون حط ايده على الاكل مشان ما حدا ياكل منه هو قد ايه الولد اناني قد ايه امه معطاه طلع طلع هو حاطط ايدي على الاكل مشان ما حدا ياكل معه وهي تاركه الاكل كله رغم انه فيها تلف شو تاكل يا سبحان
يلا كول حبيبي كول. على فكرة هذا ذكر بده يطلع سيد الذكور، لأنه الظهر على فكرة كيف طلع من البيت، فتحت الباب أنا فشاف قط برا على الطريق فركض لعنده ثم تحداه، يعني هيك نفش حاله ورايح مخانق، يعني يعني ترك البيت وراح على الشارع يخانق. تعالي هات تو سوان بوسك هلا يا بيري، بتضحك علي بكلمتين بتحططين 1000 ليرة بالشهر، خلص هاي ماشي ينفع معي، روحي علمي ولادك على الشارع وحلي عني. بعده ما شوف على هلا وبيري ما اكلت ولا حبي ولا حبي اكلت، تركت لي اياهم كلهم. شايفين شو 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 جماله، شوف الجمال اللي عليه. شبعت ولا؟ يعني هلا صار يتأمل المحيط. كملوا، ما بتخلي شيء بالأرض، ولا شيء بتخلي بالأرض، ما بدي أقعد أكنس وراك أنا. هلا ما بتجي بتكنسهم، بتاكلهم يعني. طيب هذا أول وجبة أكلها وكان كثير مفجوع يعني، جوعان، وبعده ما خلص، بده يخلصهم كلهم أكيد. ميرسي على المتابعة، باي باي، سلام.